يا دلال. خير خير. عرب عرب. لا تقوله. ايه الله يجيرنا يا دلال. انت خويف زيادة عن اللزوم. ضرينا نزحنا الحمد لله قمنا وقلنا رح نطلع منا. ترحلنا لجأنا رجعنا تسفرنا وما همنا. كل سوري من عنا صاير في مثلنا او يمكن اكثر. مشاكله مثل مشاكلنا او حتى يمكن اكبر. رح نحكي عن وضع البلد وابن البلد واللي صاير في هون وهون. حكاوي دلال وبلال خليكم معنا. كيف وضع السوري ببلدي وكيف الأحوال. شغل سمعنا. الله يوفقك. خليني روح لعندهم يومين. لك هي صار لي 5 سنين ما اجتمعت فيهم. حبيبي كم مرة حكينا بموضوع أنا عم ناطق النظام ما بأمن إنك تروحي وخصوصي هالأيام. يعني شو بتيصير علي؟ هي أغلب نسوان الضيعة بيروحوا وبيرجعوا. بيقولوا لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة. أنا عالشام ما بخليك تروحي. بكفي نقاش خلاص وما تضلي تلتي وتعجني بالقصة عشان ما نتزعل من بعض. إيه مثل ما بدك. وليش برمتي بوزك؟ يعني نحن ما متنا بس شفنا اللي ماتوا. والله إذا دخلتي السجن لا سمح الله غير ربك ما بيعرف وين رح تصيري ولا شو رح يساوي فيكي. من خوفي عليك عم بحكي أنا يا دلال. مو أنت قلت خلاص؟ أنا سكتت. أنت يلي ما عم تسكت. إيه لأنه ما بدياك يضلي كل النهار ضاربة بوز خماسي. إيه شو أعمل لتسكت وتخلصني بقى؟ صاير مثل الختائرة إذا استلموا سيرة ما بيتركوها. لك مو هيك القصة بس بدي تفهمي أنه أنا مالي ضد روحتك لعند أهلك بس أنه خليكي تروحي على مناطق النظام هي مستحيلة بقى. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني أنت على شو خايف؟ إذا مالي مطلوبة ولا أنت مطلوب؟ وبعدين مو على طول كنت تقلي أنت النسوان معكم كارت بلانش؟ يا حبيبي بتركيا هي كانت مو بهالأوقات وبسوريا. فسكريلنا على السيرة وقومي شوفي لك شي شغلة تشتغليها. ما عندي ولا شغلة اشتغلها. هيك بدي ضل بوشك جكارك. إيه لا تضربي بوز معناتها. مالك علاقة فيي. أنا حرة وبدي اشتغل يلي بدي إياه. أحسن وأنا حطنش أعيش أنت عيش. إيه أفضل شي هالتطنيش لأنه أنت شو بهمك؟ أمي عملت عملية المرارة وما رحت لعندها. وأبي مشتقلي كتير وعم يهلوس فيي ليل ونهار وبده يشوفني قبل ما يموت. طب لو افترضنا أنه أنا رح أبعتك منين بدنا نجيب أجار الطريق؟ ما بدك تاخدي لأهلك شي بإيدك؟ يا دلال أنت بتعرفي البير وغطاء؟ أبيع دهباتي؟ يييي علينا على هالدهبات. صرعتني بهالدهبات. لك مو قلنا هدول رح نخليهم لوقت الزنقة أو الولادة ولا صايرة ذاكرتك مثل السمكة؟ أنت النقاش معك عقيم. أحسن شي روح أقعد بدكان أبو سعيد لأنه عن جد مالي خلق عن قارو النقير أنا. لكان يا حبيبي أنت بس شاطر تهرب. بس قلي ليش بتضل خايف؟ ليش بتضل خايف على طول؟ لكان أصلاً الهريبة تلتين المراجل. يا دلال. خير خير. عرب عرب. لا تقوله. ايه الله يجيرنا يا دلال. انت خويف زيادة عن اللزوم. ضرينا نزحنا الحمد لله قمنا وقلنا رح نطلع منا. ترحلنا لجأنا رجعنا تسفرنا وما همنا. كل سوري من عنا صاير في مثلنا او يمكن اكثر. مشاكله مثل مشاكلنا او حتى يمكن اكبر. رح نحكي عن وضع البلد وابن البلد واللي صاير في هون وهون. حكاوي دلال وبلال خليكم معنا. كيف وضع السوري ببلدي وكيف الأحوال. شغل سمعنا.